اوكي احنا اليوم عم نعمل وصفه الفريكه. يمكن وصفه الفريكه بنشوفها كثير ببلاد الشام، بيستعملوها بكثير من العزايم، تعتبر من الكاربس او من النشويات اللي كثير غنيه بالالياف بنفس الوقت مشبعه، بس كونها من الالياف او من النشويات الدسمه فيفضل اكلها بالشتاء عن الصيف لانه بتعتبر ثقيله، ممكن احيانا مع الصيف تأدينا شوي هيك حراره بالمعده. فاحنا اليوم عم نعمل الوصفه بطريقه كمان اكيد مبسطه وخفيفه، وانا بحب مع هالوصفات دائما اقدم سلطة. اليوم حعمل سلطة بلبن الزبادي، حط معها لبن، خيار، بقدونس، نعنع يابس وبصل أخضر، فبنكون عم نعمل إحنا سلطة وبنفس الوقت مويست وطرية مع اللبن. أوكي رح نبدأ هلأ بتحضير الفريكة. عندي هون على بطنجرة حأستعمل خليط من زيت الزيتون والزيت النباتي. وأنت عندك كان عملتي شيء أوريدي يا لول؟ بالضبط. أنا هون طبعاً للوصفات دايماً لحتى تكون وصفات الرز أو الفريكة أو غيرها من الوصفات مطبوخة بطريقة صح لازم نستعمل فيها مرقة الدجاج. امبارح كنت يمكن عم نحكي عن المطبخ الآسيوي، لما نستعمل البروث أو الستوك اللي هو مرقة اللحم أو الدجاج بتفرق معنا النتيجة كتير، سواء عم نعمل شوربة أو عم نعمل فيها فليفر كمان، يعني وفيها غذاء. صح، فليفر انه تحطي لها الفليفر، فليفر بتعطي دسامة طبيعية ولذيذة. فأنا شو بعمل اليوم؟ عندي أفخاد الدجاج مع الجلد ومع العظم، سلقتهم بالمي مع المطيبات يعني مثل البصل، ورق الغار، القرفة والهيل. شلت الدجاج على جنب وحأطبخ الفريكة بالمرقة الدجاج اللي هون موجودة عندي. أوكي. هلأ بالنسبة للدجاج نسلق تقريبا 3/4 سلقة، هنعمل عليه مارينيشن ونرجع نحطه بالفرن حتى يتحمر، لأنه حلو مع التقديم للفريكة أنه نكون عم نحط دجاج محمر ما يكون أنه مطبوخ طبخ عادي. أكيد. أكيد. هلأ عادة بوصفات الكبسة أو البرياني بينطبخ الدجاج بقلب الصوص فبيكون آخذ لون. هون إحنا ما عنا بهارات كتير وحتكون الوصفة بس بطعمات معينة. فعندي هون ببدأ شوي بالبصل، حضيف عليهم حبتين من الهيل، دايماً بحط أنا البهارات الصحيحة مع البصل لحتى تعطي هذا الطعم اللذيذ. وعندي الفريكة اللي أنا هون على جنب. كتير ناس بتسألني عن طريقة طبخ الفريكة بطريقة صح تستوي معنا. أول شيء كتير ضروري أنه تنغسل الفريكة منيح، لأنه عادة بتكون فيها نسبة شوائب كتير عالية. أحيانا بيكون فيها حجر أو أحيانا بيكون فيها اللي هي مثل قشرة الحبة نفسها. فأنا بعد ما بغسلها تقريبا 4-5 مرات بعد ما منقيها بتركها بغمورة بالماء تقريبا على الأقل لمدة ساعة. أوكي. هاي الطريقة بتخليها الحبة شوي مثل ما شايفين تفتح شوي. وبعدين مع الطبخ بالماء ما بدها تنطبخ على حرارة عالية، كأنه عنا رز بياخد وقت للطبخ، فبتاخد 3/4 ساعة بس على نار كتير هادية مع كمية سوائل منيحة حتى تتشرب وتنطبخ. تمام. أوكي هلأ البصل مع الهيل حنزيد عليهم ولا شيء ما نعرفه. هلا حيجي صح؟ يمكن من مرقة الغلي يمكن. ايه حزيد عليهم شوي خضرة، فممكن نحط معها شوي من البازيلا. يعني انا بحس البازيلا بتعطيها هيك لون وطعم، ممكن نحط معها حتى جزر بس نقلبها شوي، بعدين فيني على طول زيد عليها الفريكة. يا سلام. اوكي نتأكد كل الفريكة موجودة معنا، وهلأ من هذا المكان فينا نزيد عليها البهارات. بحب حط معاها أنا 7 بهارات اللي هي البهارات الشرقية المخلوطة، فيها بيكون كمون، قرفة، فيها مجموعة من المطيبات. حنستعمل معلقة صغيرة بعدين حنملح كأنه عم نملح الرز، يعني تقريبا حوالي معلقتين صغار أو معلقة ونص. حلوين. هلأ حنتأكد أنه الخليط مكس صح. والله بالنسبة لي شكله مطبوخ اوريدي، يعني هلا معنا. هلا بتبلش تنطبخ مع الصوص. سو قبل ما نرجع للدجاج خلينا هلا نحط من المرقة شوي شوي بالتدريج، سواء بدنا نصفيها او بدنا نستعمل بهي الطريقة. ايه ناخذ من مرقة الدجاج ونضيفها على الفريكة لحتى تنغمر بشكل كامل، بنغطيها وبنتركها على نار هادية حتى تنطبخ يعني بشكل كامل. تقريبا قد ايش تاخذ؟ تاخذ شيء 40 دقيقة 45 دقيقة. ونصيحة كمان سريعة، لما بنكون عم نطبخ رز او عم نعمل فريكة او اي نوع من انواع الوصفات اللي بتحتاج طبخ، كل مرة بتفتحوا فيها الغطاء قبل الوقت الصح بتكونوا عم تبطئوا الطبخ، لأن البخار كله عم يطلع وبده يرجع يعمل بخار من اول وجديد. فدايما اعرف اذا انطبخ ولا لا بعد نص ساعة ممكن نفتح. أوكي. بس مو بالبداية. اوقات في ناس انه مثلا هلا شوفي انت اول ما بجمع البخار برجع يلا شو انطبخ لسه ما انطبخ. فخلوه على نار هادية. هلا اوريدي عم يغلي، حاتركه على نار كتير هادية. ممكن بعد تقريبا ثلث ساعة اتاكد اذا نشفت المي نزيد عليها شوية مي اكثر ونطبخها بالتدريج. هلا لنرجع شوي على الدجاج وطريقة التحمير الصح. أنا حأخذ من البهارات الموجودة نفسها 7 بهارات،
حناخد معاها ملح وفلفل أسود وكمية من زيت الزيتون. شوفوا كتير يعني هي شغلة كتير سهلة وبسيطة، ما بدها كتير فلسفة، بس بتعطي طعم كتير طيب للدجاج. هو أطيب أكيد الدجاج بس يتحمر يعني، خاصة أنه مسلوق نص سلقة فهو ما بيحتاج كتير طبخ. بالبرش بنخلط البهارات مع الملح مع زيت الزيتون بهالطريقة هاي. صار عندي هون خليط فيه كل الطعمات، فيه الملوحة اللي بدنا إياها. بندهن سطح الدجاج خاصة الجزء اللي فيه الجلد فبيتحمر بطريقة صح بهالشكل هاد. وبعدين بيكون عندي الفرن حامي على حرارة 200، ما بتاخد معنا وقت، تقريبا حوالي ربع ساعة بس مجرد أنه يتحمر. وبهالطريقة بكون على الأقل إحنا قدمنا الدجاج سخن ومحمر بالوقت اللي استوت فيه الفريكة. حلوين. أوكي، هلأ لهالوصفة هاي مثل ما قلنا حنعمل سلطة اللبن مع الخضار، وجزء أساسي كتير من الوصفة هو تحمير المكسرات. ففي عندي هون اللوز والصنوبر، حبلش أنا هلأ أحمرهم. حنترك الفريكة تتنهنى مثل ما نقول أو تتهدى على النار. أيوه. وهلأ بعد شوي حنقدم هذا الطبق ونجربه، واليوم غدا. بالنسبة